ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك دكتور قحطان. إذا صراع بين تيار الحكمة وميليشيات العصائب على منصب أمين بغداد، كيف تقرأ مآلات هذا الصراع؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا الله المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. هذا الأمر ليس بغريب حقيقة، من غير الشخصية سواء بعدها السياسي أو الشخص توسع كثيرا وانتقل من مراكزه العليا إلى مراكز الدنيا، وبالتالي الخلاف على محافظة بغداد بالتأكيد هي الغاية الأساسية للإمساك بالأموال التي تخصص لهذه المحافظة، واحد، ثم أهمية بغداد وحرية الحراك الأمني للفصائل المسلحة، كل هذا يدفع باتجاه الصراع والصراعات. وهذا ما حذرنا عليه مسبقا، ان الخلافات تذهب باتجاه الخلافات الشيعية، وهذه مشكلة كبرى التي قد لا سمح الله اذا ما حصلت نعطي الكثير من الخسارات البشرية. ولكن لماذا هذا الإصرار من الكتل السياسية على تولي شخصية من خارج بغداد لهذا المنصب؟ بالتأكيد هي القوى السياسية لا علاقة لها لا بالشخصية إن كان مكان بغداد أو سواه، ولا بخبرته ولا بإمكانياته ولا قدراته، بقدر ما مدى الحاجة النفعية الشخصية من ذلك الشخص. ولعل كما سمعنا أنه الآن أصرار على طرح الفياض وكأنه رجل لا مثيل له بالمسائل الأمنية، وأصرار الطرف الآخر على وزير الداخلية أو وزارة التربية وكأنها أيضا خبرة لا تجاريها خبرة. إذا هي مسألة ليست بقدر الأهمية لهذا المنصب أو قدرة إمكانية ذلك الشخص في هذا المنصب، بقدر ما هي اختيار شخصي دقيق لتحقيق مطامح شخصية لاحقة، وبالتالي صراع هذا الشخص. أنا أيضا من مقابل أقول يعني كحقيقة حالة عامة أن الشخصية من خارج بغداد قد لا تخرج منطقيا ودستوريا بهذا الدستور الأعرج، ولكن كان عليهم أن يختاروا شخص من بغداد على أقل تقدير. ولكن كما قلت بداية الأمر أن الأمر يتعلق في مدى الفائدة ومدى التنسيق ومدى الاحتفاظ بمناصب ذات الاهتمام العالي. يعني الإحصائيات تقول منذ عام 2003 تولى 6 أمناء منصب أمانة العاصمة بغداد أخفقوا جميعا ولم ينجحوا. برأيك يعني مرشح الحكمة أو العصائب أو غيرهما، هل سيصلح ما أفسده أسلافه في ظل قضايا الفساد التي تطارد الفرقتين وغيرهما؟ لا أتوقع نهائيا أن يكون هناك إصلاح أو هناك شخص كفاءة سيأتي يقدم خدمة العراق نهائيا. الأسئلة تكرر ذاتها، المصالح الشخصية تكرر ذاتها، وكل الحال المحافظات مشابهة الحالة. نعيد ونكرر أن المهنية غائبة عن الحالة، الاهتمام بالشأن الرسمي العام للمنصب غائب، الشخصنة هي الأساسية والمطلعة. لذلك لا أتوقع لا هذا المحافظ ولا سوى. سبق وأنا قلت أن العملية السياسية أتت بأديسون على الكهرباء، وتأتي بنيوتن على الفيزياء والكيمياء، وتأتي ببيليه على كرة القدم والرياضة، لن ينصلح حال العراق، لأن الذي يأتي ليس مهنيا بالمرة وانتماءه ليس للعراق أبدا، وبالتالي مال الصحوت والمصلحة الشخصية التي تحكم الأمور. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي من بغداد أستاذ العلوم السياسية.